السلام عليكم ومرحبا بكم متابعينا في قناة كاليفورنيوم. في هذا الفيديو سنتحدث عن لمحة على الصناعات العسكرية الجزائرية بخبرات وطنية. فبعد الحصار الاقتصادي والحظر الدولي للأسلحة على الجزائر والتي كانت فرنسا وأمريكا تقودها، السبب الذي جعل الجزائر تعتمد على قدراتها الخاصة لتطوير صناعتها العسكرية للحرب على الإرهاب، حيث قامت الدولة بتكليف قوات الجيش الجزائري الممثلة بالمديرية المركزية للصناعات العسكرية بالاعتماد على نفسها للصناعات العسكرية وشراكة مع الشركات العالمية المختصة كالمنتجات الصناعات العسكرية الجزائرية. وإليكم أبرز الصناعات المحلية، ولكن قبل أن نفعل ذلك متابعينا لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. أولا، الطائرة بدون طيار. إن هذه الطائرة المصنعة بالجزائر بأيادي وكفاءات وطنية من مهندسي وتقني الجيش الوطني الشعبي الجزائري، مجهزة بالتقنيات والوسائل الحديثة، وتم تسميتها بالجزائر 54 والجزائر 55 تيمنا بهاتين المحطتين التاريخيتين البارزتين في مسار الثورة التحريرية الجزائرية المباركة. الدرون المسلح الجزائر 54 يمكنه حمل صاروخ النمرود الموجه المستنسخ من رابتور الجنوب الإفريقي. يمكن للجزائر 54 حمل 4 صواريخ من هذا النوع، كما يمكنها حمل توربيدات مضادة للسفن والغواصات. تطورت قدرة الجيش الجزائري فيما يخص الدرونات بعد دخول الجزائر 54 و55 الخدمة، والدرونات من عائلة CH يصنفان ضمن فئات الطائرات بدون طيار ذات ارتفاع متوسط لمدى طويل. ومن حيث الخصائص تتفوق الجزائر 54 من حيث المدى والارتفاع والنقاط التسليح، ولكن يعاب عليها نوع الذخيرة فقط. ثم تأتي الفئة الأخيرة وهي الطائرات بدون طيار ذات الارتفاع الشاهق ولمدى الطويل، وفي الأخير فئة يوفاك وهي الطائرة بدون طيار قتالية، إلى جانب النموذج الصغير الحجم ويعرف بالطائرة المتعددة المروحيات، حيث شرعت الشرطة الجزائرية لاستغلالها في عدة أغراض. وينتظر مركز البحث في التكنولوجيا الصناعة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر إعطاء الضوء الأخضر من المؤسسات الأمنية والعسكرية لتزويدها بهذه الآليات الحديثة بقصد استخدامها في مراقبة القطاع البحرية. وشهدت الفترة بداية التخطيط لبرنامج التطوير البحرية من مجرد بحرية مراقبة ساحلية إلى بحرية أعالي البحار. كان أبرز ما حققته البحرية في هذه الفترة لتطوير طراد جديد محلي التصنيع والتصميم من نوع كورفيت جبل شلوى لحرب السفن والغواصات ومهام البحث والإنقاذ، يبلغ طولها قرابة 60 مترا ووزنها 550 طن وسرعتها 30 عقدة. تم تسليح هذه القطعة ب4 صواريخ صينية من نوع C602 ومدفعين أماميين 76 ملم من نوع AK176 وخلفي مضاد للطائرات 30x6 ملم من نوع AK630، حيث تم محليا في هذه الفترة تصنيع 3 طرادات طراز جبل شنوى وحدة صيانة لأعالي البحار قادرة على سحب سفن يصل وزنها 5000.